الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ الحمد لله، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الأقرب عندي في هذه المسألة هي أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم من واجبات صلاته، سواء أكانت في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية، فلا يجوز للمأموم أن يهمل قراءة الفاتحة في أي ركعة حتى فيما يجهر فيه إمامه من القراءة، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. قالها ثلاثا، الحديث بتمامه. وفي رواية ابن حبان: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي رواية لأبي داود وابن حبان أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلفي، فقلنا نعم، قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث وإن ضعفه كثير من أهل العلم إلا أنه إن شاء الله لا بأس به، والمقال فيه قد ينجبر. فإن قلت: وكيف نقول في قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ فنقول: هذا دليل عام، وأدلة قراءة الفاتحة خاصة، ولا تعارض بين عام وخاص، لأن المتقرر عند العلماء أن العام يبنى على الخاص، وأن الخاص مقدم على العام. وكذلك نجيب عن قول النبي صلى الله عليه عن الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن هذا الأمر بالإنصات أمر عام، والأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم والمنفرد والإمام أمر خاص، والخاص مقدم على العام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. فأقرب الأقوال في هذه المسألة هو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية والسرية، والله أعلم.